ما أحلى هذه الرقصات اللي فعلا تزين كل مناسباتنا اليمنية. لكن المدهش وديان، برغم العولمة وبرغم كل اللي بيحصل ودخول الإنترنت، لا تزال اليمن يعني محافظة على هذه الرقصات الشعبية بنفس الطريقة القديمة إلى اليوم في كل مناسباتنا، يعني حتى المناسبات اللي تكون رسمية زي تخرج، يعني نشوف الشباب يرقصوا الرقصات الشعبية الخاصة فينا. هذه ميزة تخلينا نعرف كيف إن الشعب اليمني يقدر التراث ويحب يعني تراثه الشعبي. الجميل سمية إنه هذا الشيء لازم يوثق، لأنه تعرفي الأشياء هذه من آلاف السنين، وإذا ما وثقتش ما بتنتقلش عبر الأجيال. اليوم نتكلم بشكل أكبر حول توثيق الرقصات الشعبية. مشاهدينا، الرقصات الشعبية تعكس الأصالة والهوية والثقافة لليمن، فقد عرف اليمني الفن والرقص منذ القدم. ويعد الرقص الشعبي لغة تعبيرية تبرز خصوصية المناطق اليمنية وتحكي تراثها الغني بالتنوع والتفاصيل المبهرة. صحيح، هناك البرع والشرح وأيضا الرزح والرقص الصنعاني والرشح والشرح، سوري أنا مش عارف مالي، الشرح البيضاني مشاهدينا، وغيرها من الرقصات اليمنية المشهورة والتي تتعدد بتعدد أماكنها وأيضا مناسباتها. كلنا متحمسين اليوم سمية على هذه الفقرات عن الرقصات اليمنية. نتحدث اليوم مع المشارك في تأليف كتاب الرقصات الشعبية اليمنية، مدير عام الفنون الشعبية بوزارة الثقافة، الأستاذ علي المحمدي، معنا في ديوان بلقيس. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي، حياك الرحب في الديوان. أهلا وسهلا فيكم، سعداء جدا معك بهذا اللقاء، واللي يعني نناقش فيه موضوع يعني ثري ومهم بالنسبة للثقافة اليمنية، الرقصات الشعبية. وأنت شخص مهتم بهذا الجانب، أنت محترف، يعني درست الرقص وتعرف يعني أصول الرقص اليمني ومحافظ عليه. لو تحكي لنا أكثر، ما الذي جذبك شخصيا للرقصات الشعبية، ولماذا شاركت في توثيق هذه الرقصات من خلال الكتابة وتأليف هذا الكتاب؟ الصوت ماله أستاذ علي، تسمعنا؟ الصوت أستاذ علي، الآن تسمعنا؟ ما اسمع شيء حاجة. الآن أسمعكم بس الصوت يروح ويرجع. أستاذ محمد، أستاذ علي، إحنا كنا بنسألك على سبب مشاركتك في تأليف الكتاب الذي خصصته لتوثيق الرقصات اليمنية الشعبية التقليدية. طبعاً هذه الفكرة بدأت بعد ما أتخرجت بدراستي من الاتحاد السوفيتي سابقاً، وكانت الفكرة هي أنني كيف أحاول أني أدون هذه الرقصات قبل أن تندثر. فبدأ يعني من سنة 1985 بدأت أبحث عن الرقصات. طبعا كما تعرفون أنه ما حد كتب عن الرقصات الشعبية، هناك في كتابات سطحية. أنا الكتاب اللي فعلته هي بشكل علمي، يعني وثقنا الرقصات وأزياءها إلى جانب دوناها بلغة النطق. وكما تعرفون أن الرقصات الشعبية في اليمن هي كثيرة جدا ومتنوعة، من محافظة إلى محافظة ومن قرية ومن ناحية، وإلى جانب تختلف الحركات والإيقاعات بشكل عام. يعني مثلا في صنعاء تختلف عن الإيقاعات في حضرموت، وحضرموت عن تهامة، تهامة عن صعدة، وإلى ما ذلك. يعني أستاذ علي، بلا شك ما شاء الله، يعني أنت أستاذ قدير وخير من يكتب عن هذا الجانب، كونك راقص وكذلك تدرس الرقصات الشعبية التراثية اللي هي جزء من التراث والتاريخ اليمني. لكن سبق وذكرت أنه ما شاء الله كل محافظة لها خصوصيتها ولها رقصاتها المنوعة، كيف قدرت تجمع البيانات لتأليف هذا الكتاب؟ يعني الموضوع صعب شوية. طبعاً اولا انا درست علميا، يعني نفس لغه النوتة في الرقص برضو لها نوتة خاصه بها ولها اسماءها باللغه الفرنسيه. البحث كوني دارس وسابقا كنت راقص، فحاولت اننا ننزل لبعض المحافظات بمجهود ذاتي طبعا، الى جانب التصوير، الى جانب ذلك كيف صورنا مثلا الايقاعات، هذا اللي قاعت مثلا الهاجر وما يسمى في صنعاء الطبل، كيف ياخذ مثلا زمنه، وما هي الرتوش المضافه الى هذه، الى جانب الحركات، حركه الراقص
وكل رقصة مثلا في حضرموت تختلف عن صنعاء بالكراكتر، طابع الرقصة، الاختلاف. مثلا في حضرموت عامل الرقصة اللي هو تغلب عليها التسبيق، في المهرة اللي هي مثلا رقصة البرع المهري، الحركة تختلف عن حضرموت وإيقاعاتها برضو. ومثلا في تهامة يختلف بالخالص. فهناك عندنا رقصات تعبيرية ورقصات ترويح على النفس. فعلا يعني ما شاء الله التراث اليمني زي ما سبق وذكرنا متنوع، وانت قلت انك تنقلت في المحافظات علشان توثق هذه الرقصات، كم استغرق من الوقت حتى يعني تلموا كل هذه الرقصات في داخل الكتاب؟ طبعا التوثيق اخذ مننا مدة طويلة جدا، 7 سنوات اخذت مننا التوثيق هذا، من جميع، مش جميع المحافظات. يعني نحن صلحنا يمكن في الكتاب حوالي 15 محافظة، واخذنا اشهر الرقصات في كل محافظة تشتهر برقصة يعني اشهرها. مثلا في حضرموت رقصة العدة، في صنعاء رقصة البرع، في محافظة لاحقوا عدن رقصة الشرح، في المهرة رقصة البرع المهري، في البيضاني اللي هو البرع برضو البيضاني. ونريد أن نعرف ما معنى كلمة برع. كلمة برع هي باللغة العربية الفصحى الإنسان البارع في الشيء، اللي هو بارع في أي شيء، هذا باللغة العربية يعني بأي مجال كان بارع فيه. لكن باللهجة اليمنية البرع تعني الخطوات السريعة المنتظمة. ولما مثلا الجالس جنبك او اللي في العرس او في اي مكان يقول لك نقوم نبترع، بمعنى نقوم نرقص، فتعني رقص. طيب أستاذ، يعني أنت تتكلم عن 7 سنوات وتراث غني، إيش أبرز التحديات اللي واجهتكم وأنتم تجمعوا البيانات علشان تجهزوا هذا الكتاب؟ إيش الصعوبات اللي واجهتكم؟ الصعوبات اللي واجهتنا أولا من ناحية المادية، طبعا هذا بمجهود ذاتي، والنزول إلى المحافظات هذا له تكاليف، بحاجة إلى مصور، بحاجة إلى مدون نوتة، بحاجة إلى فرق، إنك تستدعي الفرق علشان تقوم بالعزف، ونحن نقوم بالتصوير وتصوير الحركات، وخاصة التصوير لازم ياخذ جهات معينة. مثلا تصور الرجل وبعدين ترجع تصور اليد، ايش اللي تقوم بدورها. وانا اصعب شيء اللي واجهته في الكتاب هي تسميات الرقصات. مثلا تسميه الشرح، مثلا ما معنى كلمه شرح؟ ما معنى كلمه رقصه الحقفه؟ ما معنى كلمه العده؟ ما معنى كلمه برح؟ هذه هي الصعوبه اللي واجهتنا، لانه ما فيش كتب، ما فيش مراجع عن هذه الرقصات، ما فيش بالخالص، يعني اللي كتبوا كل ما كتب هو سطحي، يعني رقصه كذا تقام في الاعراس والمناسبات بس. لكن نحن عرفنا، اولا عرفنا مثلا رقصه الشرح، ما معنى كلمه شرح؟ وما هي المناسبات اللي ترقص؟ وما هي الازياء الذي تلبس بهذه؟ وما هي اشكالها؟ وما هي الموازين الموسيقيه لهذه الرقصه؟ وما هي الادوات الموسيقيه التي تدخل بهذه الرقصه؟ وما هي الاكسسوارات اللي في الرقصه ايضا؟ فعلا يعني لكل رقصة نظامها الخاص، لكن خلينا نتكلم كمان على جانب، هل الرقصات النسائية تختلف عن الرقصات الرجالية؟ هل أنتم وثقتوا أيضا هذا الجانب، اختلاف الجنسين في طريقة الرقص؟ طبعا كما تعرفون في العالم بشكل عام هناك 3 أنواع من الرقصات، اللي هي رجالي ونسائي ومختلط. الرقصات النسائية بشكلها هي يعني دلع كذا وخفيفة، ما هيش بشكل مثلا زي ما رقصة البرع أو رقصة العدة أو رقصة الحقفة أو رقصة السيوف والقنابي والرقصات الحربية. ورقصات النسائية هي رقصات فيها الغنق وفيها التمايل، ويعني جميلة. طبعا وثقنا رقصات الرقصات رقصنا الرقصات النسائية وثقنا، وهي مش كثيرة يعني، قليلة جدا يعني، ما هيش كثيرة. رقصنا اسمه وثقنا رقصات من صنعاء ورقصات من الحديدة اللي هي رقصة عطا. وطبعا في هناك رقصات اللي هي مشتركة وأحيانا ترقص لوحدها، مثلا الشرح
احيانا يرقص النساء مع بعض، واحيانا يكون مشترك. رقصه الغيه في حضرموت احيانا يرقصوها النساء لوحدهم، رقصه مثلا في تعز رقصه الزبيري احيانا تكون مشتركه، واحيانا تكون يعني النساء لوحدهم وهكذا. طيب أستاذ علي، لكن نحاول أستاذ علي، اليوم يعني الفرق والرقص الدارج، هل ما زال الشباب محافظين على الخطوات الرئيسية والحقيقية، أم تم إضافة خطوات يعني جديدة؟ وفي نفس الوقت برأيك الفرق اليوم المنتشرة كيف تحافظ على، أو ما دورها في المحافظة على هذا الموروث؟ أولا طبعا الفنون الشعبية والرقص الشعبي في اليمن هو ما زال محافظ على هذا التراث، لكن في ظهرت علينا بعض التدخلات اللي غير مدروسة، ما هيش مدروسة. يعني انت الرقص مش ممكن يستمر بشكل معين، يعني بشكل واحد رايح واجي وكذا، ضروري من إضافة بعض الحركات التي تتناسب مع الخامة نفسها. بس هذا ضروري انه يكون الشخص دارس ولو دراية بالرقصات وبالحركات، كيف يحاول انه يضيف بعض الحركات ما تتناسب مع هذه الرقصة حتى المشاهد لا يمل منها، يعني تروح الركابة منها، ولا تطول الرقصة مثلا اكثر من 4 دقائق، لا تطولش. ولازم يكون هناك في حركات إضافية الى جانب التشكيلات والتنوع في جمال الرقصة. جميل جدا، فعلا تراثنا مليء بالرقصات الشعبية. شكرا لجهودكم على توثيق هذا الموروث المهم لدى اليمنيين، ونتمنى بإذن الله أنه يتم تغطية كافة المحافظات الجاية إن شاء الله في كتب وإصدارات أخرى. ونشكر وجودك معنا مدير عام الفنون الشعبية بوزارة الثقافة الأستاذ علي المحمدي، نورتنا في ديوان بلقيس. شكرا.